في هنا لورا كلارك احد حكام الخطوط في بطوله امريكا المفتوحه، تعرضت طبعا بكره المضرب التنس، تعرضت لاساءات عبر صفحتها الرسميه في انستغرام، ده من قبل عشاق النجم الصربي نوفاك دوكوفيتش المصنف اولا عالميا. ليه بقى استبعد دوكوفيتش من الدور الرابع لبطوله امريكا المفتوحه؟ ده كان بسبب توجيه الكره باتجاه كلارك خلال مباراته، وسارع عشاق اللاعب هنا الى ارسال تهديدات، وصلت يا كريم بالقتل، تهديدات بالقتل ليها، وحملت رسائلهم عبارات مسيئه جدا. يعني خلينا نروح نتابع جزء من الفيديو. معلش بصراحة، يعني لو هيبقى لينا رأي عادي نقوله، يعني كمواطنين عاديين بنتفرج، لا هو يعني أكيد ما كانش قصده. فلورا كلارك يعني الحكم، أنا مش عارفة هي ليه بلغت في هذا رد الفعل، هل هو قانون عندهم؟ يعني أنا كنت بلعب تنس، الموضوع مش كده خالص عندنا، فيعني هو فعلا مش شايف، هو ما كانش مش شايف فعلا، هو وغير مقصودة. وبعدين هي أخذت أعنف قرار كمان او اعنف عقوبه ان هي اطردته، فيعني مش كان حقها استخدمت روح القانون في الحاله دي، طالما هي شايفه نفسها ان اللعيب مش باصص فعلا، ويعني حسن نيه غريبه جدا بصراحه. طيب